فين شنطتك؟ انا مش هينفع امشي ردوى. انت اللي ما مشيتي، انا كنت همشي وراكي على طول. بس انا هروح فين؟ انا كنت مظبطه كل حاجه على اساس ان انا همشي، بس لما قلتي لي اقضي الويكند معاكم رجعت كل حاجه زي ما كانت. انا مضطره اقعد لحد ما الاقي مكان اروحه. نورا خشي هاتي شنطتك، انا اجرت الشقه خلاص، ممكن تقعدي معايا لحد ما تدبري امورك. اتفضلي. طب وعلي؟ ماله علي؟ ماله؟ مش من مصلحته نسيبه لوحده دلوقتي. ما تقلقيش يا حبيبتي على علي، انا كلمت اهله هم هيتصرفوا معاه. ممكن تخشي تجيبي شنطتك لو سمحتي؟ طب والمسلسل؟ انا مش فاهمه احنا بنتكلم في ايه دلوقتي. اصلهم كلموني عشان اعمل اوديشن لدور في المسلسل. ردوى رايت ترجعي البيت وعلي يكمل المسلسل ونبقى نشوف موضوع المصحه ده بعدين. ده احسن حل لنا كلنا. كلنا؟ هو مين اللي كلنا؟ ونشوف ايه؟ هنشوف ايه بعدين؟ انا مش فاهمه. وانت ليه بتخططي انا وعلي هنعمل ايه؟ بقول لك يا نورا، انا هقابل علي دلوقتي ومش عايزه اخبط فيه. لو سمحتي خشي هاتي شنطتك من جوه. وبعدين انا مش فاهمه، هو ايه اللي احنا بنقوله ده؟ وليه بقى لك يومين كل ما اقابلك تقولي لي استني نشوف نفكر نتكلم؟ نتكلم في ايه هنفكر في ايه؟ رادو انا اسفه، انا مش هينفع امشي. نعم؟ جايز لو مشيت علي يقول لهم يلغوا الاوديشن. اوديشن؟ تصدقين انا طول الفتره اللي فاتت دي كنت قاعده بسال نفسي هل في اي علاقه ان انت جيتي قعدتي معانا ان علي رجع ينتكس ويضرب تاني؟ لا 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 لا، انت لازم تسالي نفسك ليه علي رجع يكتب تاني؟ وان بسبب فكرتي انا قدر يخلص الحلقه ويبيع المسلسل. فكرتي انا يا ردوى. انا كان لازم اصدق اللي حذروني منك، بس انا هعلمك ازاي تبقي قاعده في بيتي غصب عني. بيتك ده بيت علي. علي مضى عد المسلسل وقبض العربون ودفع الايجار. عن اذنك لو سمحتي، علي نفسه في ورق عنب بالكوارع والاكل على النار. فاتن؟ ايه؟ في ايه؟ مالك سرحانه في ايه؟ هكون سرحانه في ايه يعني يا تحيه؟ طب اسمعيني، انت ولا تعبري ولا حتى تفكري فيه. كل اللي ليكي عنده انه يتجوزك ويسجل البيبي باسمه، مش ده كل اللي بيهمك؟ بعد كده بقى تقولي له انا مش عايزاك، مهما قال مهما عمل انا مش عايزاك. ما هو مش معقول يرجع لك بس عشان عرف انك حامل. ان شاء الله حتى ينزل يبوس رجلك، مش هترجعيله، عشان ساعتها هتكوني بترخصي نفسك وزي ما عمل